ايه يا ابونا يا ابني، انت قاعد هنا وانا قالب الدنيا عليك. خير يا عم حاج؟ خير ان شاء الله. المعلم حنا جالك المحل واحد مستنيك، ولما اتاخرت عليه سدد بقيه الطلبيه القديمه وخد طلبيه جديده وشالها واتكل على الله، وبيقول لك هيسدد ثمنها اول الموسم الجديد. وادالك مكتوب بيها؟ اه طبعا. اتفضل. وساب لك دول كمان التسين. مالك يا ابونا يا ابني متضايق ليه؟ مفيش حاجه يا اسحاق. هتخبى عن عمك اسحاق؟ انا مربيك وعارفك، انت ما بتجيش تقعد هنا الا لما تكون زعلان او بتفكر في حاجه. قول لي يا ابني فضفضلي، مش جايز اشيل عنك؟ انت ايه رايك في اسمك المال والملك اللي حصلت بيني وبين بطرس يا اسحاق؟ مش فاهم قصدك ايه. حاسس ان بطرس ظلمني في الحياة يا ابني. انا كنت عايز اقول لك كده من زمان، كان خفت تزعل مني وتقول لي انا بتدخل في اللي ماليش فيه. من يوميها وانا مش مرتاح للاسم دي، احساسي بيقول ان بطرس ظلمني واخد حقي. طب ما تكلم ابونا ميخائيل يتوسط في الموضوع ويكلم اخوك بطرس. كلمته وقعد مع بطرس كذا مرة لكن مفيش فايدة. بطرس اقنع نفسه انه اخد حقه واداني حقي، ورفض اي حد يكلمه في الموضوع ده. شكلك بيقول انك خدت قرار. فعلا انا بفكر نروح دار القضاء. ايه رايك؟ رايك ايه؟ نروح للقاضي نحكي له كل حاجه، واللي هيحكم بيه انا موافق عليه. لو اني ما كنتش حابب الخلاف يوصل للدرجه دي، لكن انا موافق. يمكن هو ده الحل، وربنا يبعت على لسان القاضي مشيئته وارادته. بكره الصبح نروح انا وانت دار القضاء ونخلص بقى من الموضوع ده، وكل واحد يفوق لشغله. لتكن مشيئتك يا رب. بص بقى يا ابونا، مهما اللي هيقول الحاكم، مهما يكون نصيبك قد ايه، لازم تعرف ان طريقتك اللي بتعملها دي هتخليك تفلس. خلي بالك من مالك يا ابونا. شكرا على النصيحة يا بطرس، لكن أنا متأكد إن الفلوس اللي بيكون فيها جزء العمل الخير ربنا بيبارك فيها ويزودها. أنا بقولك بس عشان تكون عارف، ما لو خلصت نصيبك مفيش حد هيساعدك، ولا إيه؟ أيوه طبعا أنا عارف. صبر يا عم، هو ما يبدا اخوك؟ لا ده شيلي بس اكتر من اخويا، اكتر من اخويا. على العموم هو دلوقتي في السماء، روح مكان احسن، زمانه مع المسيح وذاك افضل جدا، مش كده؟ يا ريت يا ريت. قصدك ايه؟ قصدي انه كان غني ودايما كان عايز يزود ماله، وكناش بنتكلم غير عن التجاره، وهو راح وساب كل ده من غير ما يفكر في المكان اللي هو راحه. عمل حساب كل حاجه بعد اليوم، عمل سبع عذار الجاهلات، راح يجيب زيت ولما جه العريس ما كانش هو جاهز. نسي ان حب المال اصل كل الشرور، وان الانسان ما يقدرش يخدم سيدين. يلا يا المال. الدرجة دي بتحبه وبتبكي عليه؟ أنا ببكي على نفسي وعلى كل يوم قضيته بعيد عن ربنا. أنا لازم أخد معايا زيت وأعمل زي العذارى الحكيمات عشان لما يجي العريس يلاقيني مستنيه وأنا عامل أعمالي الحسنة. حقا إنه ليس في العالم سوى شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة، والعالم يمضي وشهوته. اشكرك يا رب على الارشاد اللي انت بعته لي على لسان الراجل ده. انا لازم اخد معايا زيت وانزل عذارى الحكيمات، لازم اخد معايا زيت. الراجل ده بيقول ايه؟ زيت اللي عايز ياخده معاه. يلا 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 عشان نخلص بقى موضوع الميراث.
المهم المراسي الأبدي. يعني إيه؟ مش فاهم. لا أبدا. إن شاء الله يا بطرس. يلا أخويا نرجع البيت. أنت رجعت في كلامك ولا إيه؟ لا أبدا، بس أنا خلاص مش هروح للحاكم. خلينا نرجع. أنت بتقول إيه؟ يعني مش عايز تنفذ اللي إحنا اتفقنا عليه؟ ولا عايز أروح للحاكم؟ معناه إيه الكلام ده؟ يلا يا بطرس. يلا يا أخويا. وهو راح وصل كل ده من غير ما يفكر في المكان اللي هو فاقه، نسي ان حب المال اصل كل الشرور. عيشوا كما يحق لانجيل المسيح. انا لازم اخد معايا زيد، رب زي ما هزارك كمان انت يجي العريس مستنيه وعامل اعمالي الحزن. بولا بولا، هو في ايه؟ من ساعة ما شفت الراجل ده وحالك اتشقلب. بولا اهربي يا نفس اهربي من ماضيكي واتغربي، مع فديكي راح تكسبي لما الطريق الخلاص تقربي. اهربي يا نفس اهربي من ماضيكي واتغربي، مع فديكي راح تكسبي لما الطريق الخلاص تقربي. مدي مدي يا خطاوي، ده انا قلبي مشتاق ليك، انا سبت براح العالم وبدور على اراضي. مدي يا خطاوي، ده انا قلبي مشتاق ليك، انا سبت براح العالم وبدور على اراضي. ويا زيت ومنين الاقي لاجل نقيد الاناديل، اسهر واستنى حبيبي يبعت لي نور ودليل. ويا زيت ومنين الاقي لاجل نقيد الاناديل، اسهر واستنى حبيبي يبعت لي نور ودليل. يا كنوز لو تبقي جبال، شهوة ما تشبعش قلوب، ويا ملك راح تنشال، ده انا كفاني مالوش جيوب. يا كنوز لو تبقي جبال، شهوة ما تشبعش قلوب، ويا مال فين راح تنشال، ده انا كفاني مالوش جيوب. اهربي يا نفس اهربي من ماضيكي واتغربي، مع فديكي راح تكسبي لما الطريق الخلاص تقربي. اهربي يا نفس اهربي من ماضيكي. ده كان ماشي قدامك يا بطرس، ما تقلقش بس لقينا ربنا هيرجع. قلت ايه بس متضايق شويه ولا حاجه؟ ده هو اللي قال لي يلا بينا على البيت. يا دوب كلمت بنيامين بصيت ما لقيتوش. انت رحت شرطة الكنيسة؟ ده أول مكان بصيت فيه، ما لقيتش حد هناك. ما تقلقش يا بطرس، بولا عاقل وما يتخافش عليه. احنا هنبص نلاقيه داخل علينا دلوقتي. يا ريت، ده مهما كان أخويا الصغير، أنا مش هسامح نفسي لو حصل له أي حاجة وحشة. ما تقلقش بس. بقول لك إيه؟ أنا هروح أدور عليه تاني، لو رجع ابعتي لي على طول. طيب. أبعت لك فين بس يا بطرس؟ يا بطرس! يا عدرا، ترى أنت
انت فين بس يا بولا؟ أبارك الرب في كل حين، دائما تسبيحه في فمي، بالرب تفتخر نفسي، يسمع الوداعاء فيفرحون. عظموا الرب معي ولنعلي اسمه معا. طلبت إلى الرب فاستجاب لي ومن كل مخاوفي أنقذني. نظروا إليه واستناروا ووجوههم لم تخجل. ارجعي يا نفسي إلى راحتك، لأن الرب قد أحسن إليك، لأنك أنقذت نفسي من الموت وعيني من الدمع ورجلي من الزلق. أسلق قدام الرب في أرض الأحياء. يا خالي لقيتك بطرس يا ابني. أنا ما خليتش حتة في البلد ما دورتش فيها للأسف، ملوش أثر. طب وبعدين؟ ده بقى ثلاث أيام ما رجعش البيت. أكيد ربنا يحميه. يا رب يا مريم يا بنتي. إنما أقول يا بطرس، أنت وبولا ما اتخانقتوش يا ابني مع بعض؟ لا أبدا، ده هو اللي قال لي يلا نرجع البيت يا أخويا. يا ريت لي كنت اديت له النص، ما كانش ده كله حصل. أنا عمري ما شفت بولا مهتم بالمال، لكن اللي أثر فيه ظلمك ليه يا بطرس. يا ريتك كنت سمعت كلامي بالأول ورضيت أخوك وحسسته بعطفك وحنانك. يرجع بس أنا هديله كل اللي عايزه. أبويا موصيني عليه. بإذن الله هيكون بخير وبأحسن حال. تعالوا بينا نصلي عشان ربنا يتمجد معاه ويحافظ عليه، وزي ما قال داود النبي: من الضيق دعوت الرب فأجابني من الرحم. الرب عوني فلا أخشى ماذا يصنع بي الإنسان. الرب لي معين وأنا أرى بأعدائي. الاتكال على الرب خير من الاتكال على البشر. الرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء. أيها الحبيب بولا، رب المجد العاقلي علشان وجودك في جبل نهرة، مبارك فيك اختيارك المصير الصالح. أشكرك يا رب على تعذيبك لشخصي الضعيف. أشكرك لأنك سمعت صوت صراخي ليك وبعت لي ملكك الطاهر ليرشدني للمكان اللي اخترته لي. يأخذ 100 ضعف ويرث الحياة الأبدية.
ربي وإلهي ومخلص يسوع المسيح. خلصني من يد عدو الخير، اشملني برحمتك، ضعني تحت رعايتك حتى أكمل جهادي وأسير حسب رضاك، وحتى أقف بين يديك يا ملك الدهور، لأن لك القوة والمجد إلى الأبد. أمين. كل ده أكلي أنا؟ بالهنا والشفا. ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. باسمك أرفع يدي كما من شحم ودسم، تشبع نفسي بشفتي الابتهاج يسبحك فمي. أسمع محاربات عدو الخير وأعرف مدى ضعفهم أمام قوتك. الرب نوري وخلاصي من أخاف، الرب حصن حياتي من أرتعد، الرب نوري وخلاصي من أخاف، الرب حصن حياتي من أرتعد. عندما اقترب إلي الأشرار ليأكلوا لحمي، مضايقي وأعدائي عثروا وسقطوا. نزل علي جيش لا يخاف قلبي، إن قامت علي حرب ففي ذلك أنا مطمئن. واحدة سألت من الرب إياها التمس، أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي لكي أنظر إلى جمال الرب. أشكرك يا رب لأنك سمحت بالتجربة القاسية دي، لكن كنت معايا رغم قسوتها. عبرت بقوتك أنت يا رب ومش بضعفي، ويكفيني مجد إنك كنت معي.
بارك يا رب نهر النيل العظيم، بارك الزرع من أجل الجياع من شعبك، من أجل الأرامل والأيتام والمحتاجين والمساكين والضيوف والذين يرجون اسمك ويدعون اسمك القدوس. اشف يا رب المرضى في كل مكان، واذكر يا رب المسافرين في البر والبحر، ورجعهم بيوتهم سالمين آمنين. اذكر عبدك الضعيف وامنحه قوة ونعمة. وقعدت أكتر من 90 سنة لا أشوف حد ولا حد يشوفني، مكتفي بعشرة رب المجد. مالك يا أبويا أنطونيوس؟ تباك يا أبويا بول على جهادك وانتصارك على ذاتك. جهاد يا، أنا كنت حاسس إني في الفردوس مع رب المجد زي أبونا آدم، بس قبل ما يقع في الخطية. يا أبويا بولا، أنا عايز أعرف أكتر عن حياتك وعن نسكك هنا. أنا اللي عايز أسمع سيرتك وجهادك يا أبويا أنطونيوس. أنا اتكلمت كتير، عايز أسمعك بقى. أنا يا أبويا بولا اتولدت في صعيد مصر سنة 251. أبويا كان راجل تاجر وغني واسمه يحنس، وأمي كانت ست طيبة اسمها جيوس، وربوني على محبة ربنا زيك يا أبويا بولا. كنت بحب الكنيسة وبحب كلمة ربنا، ودايما بقرا من الكتاب المقدس. ولما بقى عندي 18 سنة اتعلمت أول درس في الرهبنة. من مين؟ من أبويا، لأنه مات في الوقت دوت. وقفت أبص على جسده وهو رائد وسألته فين قوتك، ومشيت أفكر. مش حاجة غريبة ان والدي يخرج من الحياة بغير ارادته، لكن الغريب لو انا عملت زيه. اذا كان الواحد لازم يسيب العالم فلازم يسيبه هو زاهد، مش يسيبه غصب عنه، زي ما الرسل سابوا كل حاجة ومش ورا مخلص. انا كمان لازم امشي ورا الهي ومخلصي. بعد كده بست شهور وانا عمال افكر في حياتي الابدية وعلاقتي بالعالم، في يوم دخلت الكنيسة ووقتها سمعت انجيل اليوم بيقول: ان اردت ان تكون كاملا فاذهب وبيع املاكك واعطي الفقراء فيكون لك كنز في السماء، وتعالى اتبعني. حسيت ان دي رسالة من رب المجد ليا، وخدت قراري وفعلا نفذت الوصية، بعت كل ما املك ووزعته على الفقراء، واخدت اختي الوحيدة ووديتها بيت العذاب، وخرجت وانا ناوي اكرس كل حياتي للعبادة، وفضلت اتنقل بين الاباء النساك اتعلم منهم والتمس منهم الفضائل. استفدت دروس كتيره قوي، لكن في منهم درسين كان تاثيرهم واضح قوي في حياتي. الاول في يوم قعدت اسال: يا رب ليه تسمح بان في اطفال يموتوا وهم صغيرين، وفي نفس الوقت ناس تعيش وتعجز، وناس رغم حياتهم صالحة بيكونوا فقراء،
وناس تانية يا رب رغم انهم اشرار بيكونوا اغنياء. يا انطونيوس اهتم بنفسك، لان هذه الامور هي من احكام الله. وفرحت لما سمعت صوت السماء وعودت نفسي اني اهتم بابديتي وبس. كان كل همي اني ابني نفسي روحيا، وخضعت للروح القدس اللي ساكن جوايا. وكنت دايما فاكر الآية اللي بتقول الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة. ده درس كويس قوي يا ابونا أنطونس، وكويس انه حصل لك في بداية حياتك عشان يكون مرشد ليك في جهادك. انما ما قلتليش ايه هو الدرس التاني. في يوم كنت قاعد بصلي وبتأمل في عظمة ربنا، بتعمليه ده؟ مش مستحية مني؟ ده انا راجل راهب. ما تقول يا سيف، ما تقول انك راهب، انا ما مصدق هذا الكلام. ليه بقى؟ كيف تكون راهب وانت ما ساكن البرية الداخلية؟ البرية الداخلية؟ هذا المكان ما يليق برهبان. بدك تكون راهب صح؟ اطلع على البرية الداخلية. ده مش كلامها، ده اكيد صوت ملك الرب بيوبخني ويرشدني لطريق ربنا. انا متشكر قوي واسف ان كنت ضايقتك. ايش هذا؟ ليش بيشكلني بعد ما كان رايد يشبط معك؟ هذا شيء لخبط المخ العاقل ويعقل المجنون. وفرحت بارشاد ربيه ليا، ودخلت البريه الجوانيه علشان اصنع مشيئه رب المجد. لكن عدو الخير حاربني بكل الطرق، مرة بالشهوات ومرة بالتوبيخ ومرة بالمديح، حتى الضرب حاربني بيه. لكن رب المجد كان دايما بيقويني ويساعدني. وفي مرة عدو الخير حاربني بطريقة جديدة. ما هو عدو الخير حيله كتير على أولاد ربنا. ها وبعدين يا ابويا انطونيوس؟ حاربني بروح الملل والحيره وصغر النفس، فصرخت لربنا يا رب انا كل اللي عاوزه هو خلاص نفسي واني اعمل الحياه الابديه. لكن يا رب الافكار مش عايزه تسيبني. بصرخ لك مع داود النبي، علمني يا رب أن أصنع مشيئتك، لأنك أنت هو إلهي وروحك القدوس فليهديني يا رب إلى طرقك. يا رب استجب لي.
افعل مثل ذلك وانت تستريح. اشكرك يا رب على تعزياتك الكثيرة، واحمد اسمك لانه صالح ومن كل ضيق نجاني. وحسيت وقتها بكلام المزمور: في ضيقي دعوت الرب وإلى إلهي صرخت فسمع من هيكله صوتي. وبقيت أعمل زي ما شفت ملاك الرب بيعمل، اشتغل وصلي ونفسي ارتاحت وشكرت الرب على إرشاده لي. طبعا يا بان، مش الكتاب بيقول صرخوا إلى الرب في ضيقهم فأنقذهم من شدائدهم وهداهم طريقا مستقيما لحد آخر حرب؟ يا أبويا بولا، إبليس حاول يدخل في نفسي شعور الكبرياء، لكن ايد ربنا الحنان اتدخلت وجابتني هنا عشان اشوف مثال حي لحياة الاتضاع والانسحاق. ربنا يباركك يا ابويا انطونوس. انا اللي ربنا اتحنن عليا وبعتك ليا عشان اخد بركة سيرتك وجهادك، انا المسكين غير المستحق. لكن قول لي يا ابويا انطونيوس، ايه احوال الكنيسه؟ انا وقت ما سبت العالم كان البطرك ديونيزوس. جه بعده 6 بطاركه اخرهم البابا اثناسيوس اللي دافع بشد عن العقيده الصحيحه ورد على بدعه اريوس وحضر مجمع نقيا واتعملت صياغة القانون الإيمان رد فيها على كل الادعاءات اللي قالها أريوس. أريوس؟ فليه أريوس؟ ونشكر ربنا يا أبويا بولا، دلوقتي بقى في أديرة للرهبان في أماكن كتيرة في مصر عملها آباء كتير زي الأنبا باخوميوس اللي أسس حياة الشركة، والأنبا مكاريوس ده غير إن الرهبانة دخلت لحد غزة ووصلت لبلاد ما بين النهرين. البركة في نعمة جهادك يا أبويا أنطونيوس. دي بركة رب المجد لحمايته لكريستو وأولاده. ربنا يباركك ويزود خدمتك. يا بركة ربنا، شايف يا ابويا انطونيوس؟ الغراب ده متعود يجيلي من سنين، كل يوم يجيب لي نص خبزة. بركة ربنا خلاه يجيب النهاردة خبزة كاملة. خد يا ابويا، بارك واكسر. أبارك في وجودك يا ابويا، سامحني بس انت ضيفي. لكن يا ابويا انت سبقتني في السن وفي الجهاد. مقدمين بعضكم على بعض في الكرم. امسك يا ابوي.
أنطونس، عايزك تجيب لي التوب اللي ادهولك البابا أثناسيوس. أنا ما جبتش سيرة التوب، ما عارف مين سر الرب الخائفي. سمعني يا أبويا؟ أيوه يا أبويا. أنا خلاص زمن غربتي على الأرض انتهى، آن الأوان إني أتحرر من الجسد الأرضي، وربنا أرشدك إلي عشان تتعرف على مكاني وتوريني في التراب. على طول كده يا أبويا بولا، أنا بالحياة شرطة ومن ينبوع بركتك وتعليمك لي. طب اطلب من ربنا اني اكون معاك في رحلتك للسماء واترك العالم الفاني. لا يا ابو الرهبان، انت لسه دورك مجاش، لازم تستنى مع اولادك تعلمهم وترشدهم وتاخد بايديهم لطريق البر والفضيل. يلا يلا يا ابوي انطونيوس، قوم هات التوب من مغارتك وتعالى كفن جسدي عشان كل الناس تعرف ان انت قلت وانا على الايمان الصحيح اللي نادى بيه البابا أثناسيوس. ها ما تنساش تاخد التوب اللي يبدأ تودهوله. روح ربنا يباركه. مبارك يا الساعة اللي شفتك فيها يا ابويا بولا، انا تعلمت من سيرتك وجهاتك حاجات كتيرة، لكن يا ابويا انا عايز منك كلمة منفعة اعلمها لولادي الرهبان. قل لهم ما يهربوش من الضيق. ايوه قل لهم كده، من يهرب من الضيق يهرب من الله، والكتاب بيقول في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا انا قد غلبت العالم. ربنا انك بخير يا ابانا. انشغلنا عليك طول الاسبوع يا ابانا، ما حدش عارف كان مكانك فين. لا كناش عارفين نعمل ايه من غيرك. من غيري انا يا اولادي؟ طبعا يا ابانا، انت مرشدنا الروحي. انا ما استحقش ان اكون غاضب، انا عرفت ان انا ولا حاجة. ليه بتقول كده يا ابانا؟ شفت يا أولادي اللي أفضل مني؟ شفت إليا الجديد؟ يوحنا وهو في البرية، ملاك ملاك ساكن الفردوس وهو على الأرض. شفت يا بولا حبيب رب المجد، هو معلمنا بيتكلم عن مين؟ مش عارف، لكن واضح كده انه بيتكلم عن قديس عظيم اسمه بولا. صلاة تكون معانا، لازم يكون عنده قامة روحية عالية قوي، لان ابانا انطونيوس قال عنه ان هو افضل منه. رايح فين يا أبانا؟ عاوزينك تحكي لنا عن القديس اللي قابلته. بعدين يا ولادي، لكل شيء تحت السماء وقت، للسكوت وقت وللكلام وقت. كلهم ما يهربوش من الضيق، من يهرب من الضيق
يهرب من الله، والكتاب بيقول في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. صباك يا أبو يا بولا يا رجل الله. اذكرني قدام عرش النعمة يا أبو يا بولا، واذكر ولادك الرهباء وكل ولاد ربنا على الأرض. قدوس القوم، قدوس الحي الذي لا يموت، أشكرك يا رب، أشكرك لأنك ساعدتني إني أكرم جسد قديسك وحبيبك بولا، أشكرك يا رب. هدية غالية لأنه بيحمل بركة واحد من قديسين رب المجد. أنا هلبسه ثلاث مرات في السنة، في أعياد الميلاد والغطاس والقيامة، عشان يكون بركة ليا ولشعب المسيح. وفي حاجة كمان لازم أبلغها يا سيدنا، أنه طلب مني إني أكفنه بالثوب اللي قداستك اديتهوني، علشان كل الناس تعرف إنه بيأيدك في دفاعك عن الإيمان الأرثوذكسي.
طويل. ربنا يدينا القوة اللي ندافع بيها عن كنيسته وعقيدته. اتفضل. أخطيت حللني يا سيدنا إني قطعت الحديث الداير بينكم. الله يحلك يا أبونا ألوبيوس، أنا كنت عايزك. نعم يا سيد. عاوزك تكلف مجموعة من الكهنة يروحوا مغارة في الصحراء، هيوصفها لكم أبانا المبجل أنطونيوس. هناك هيلاقوا جسد مدفون لواحد من القديسين. عاوزهم يخرجوا الجسد ده بمنتهى الاحترام والتبجيل عشان ندفنه جنب جسد البابا إنيانوس تكريما لجهاده الروحي، لأن الكتاب بيقول الإكرام لمن له الإكرام. حاضر يا سيد. خير يا أبونا، كنت عايزني فيه؟ يا سيدنا في ناس واقفين بره كانوا جايين لقداستك عشان تصلي لهم لأن ابنهم عيان، لكن الولد مات وهم واقفين بره وحالتهم صعبة قوي. طب وانا في ايدي ايه؟ ربنا يتمجد. خليهم يتفضلوا. حاضر يا سيد. الحال يا سيد، الحال ابني الوحيد اللي ما حديش غيره راح مني، راح مني. لا عندك يا سيد، ابني الوحيد. ربنا يتدخل وينقذ. هو اسمه ايه؟ اسمه الحال. الحال، طب حطوه هناك. يا رب القوات المسجود له والممجد الى الابد ببركه صاحب التوب ده، زي ما اومت العازر من بين الاموات، اوم الطفل ببركه شفاعه قديسك دولا، لان لك كل مجد واكرام. أشكرك يا رب، لقوة رب المجد اللي قومته وبركة شفاعة قديسه بولا. سامحني يا أبي، احنا مرينا بالطريق ده قبل كده. فعلا يا ابائي، انا متهيألي كده برضه. يا ابائي، انا حاسس ان دي ثالث مره نمر من نفس الطريق، بس انا متاكد ان احنا ماشيين زي ما وصف لنا الاب المبجل انطونيوس. امال هي فين بس المغاره اللي هو قال لنا عليها دي؟ بقالنا يومين ماشيين ولسه لحد دلوقتي ما شفناهاش. ساعدنا يا ابانا بولا القديس نوصل لجسدك عشان يكون بركه لمدينه اسكندريه. مجرد وجوده معانا في مصر كان بركة كبيرة قوي، وهيفضل بركة على طول. يلا بينا يا أبائي وربنا يرشدنا. شوف يا أبانا أنطونيوس، أنا دونت سيرة حياة القديس الأنبا بولا وهحتفظ بنسخة منها هنا في كنيسة اسكندرية. وأنا كمان يا سيدنا، لما هقرا السيرة العطرة ديت على أي واحد طالب رهبنة هيحس بالغير الروحية ويشوف مثال حي لواحد من شهود السيد المسيح على الأرض. لكن قول لي يا أبانا، أنا سمعت الأب أنطونيوس بيقول إنه التوب الليف ده غطى جسد أبانا بولا طول فترة سياحته الروحية، لكن هو كان يقصد إيه بسياحته الروحية؟ إذا كان أبانا أنطونيوس هو أول الرهبان وأبوهم، فأبانا بولا هو أول السواح. والسواح دول مش ناس زينا كده يا أبونا،
هم ناس زينا كبشر، لكنهم أفضل مننا في الإيمان، في قوة تحملهم للصعاب وتحديهم لعدو الخير وأفعاله الرديئة. أهملوا الجسد واهتموا بالروح، باعوا الدنيا بكل ملذاتها واشتروا ملكوت السماوات، وصلوا لأعلى الدرجات في النسك والجهاد الروحي. وليه اسمها سياحة؟ لأنهم بيعيشوا عشرات السنين في البرية من غير ما يشوفوا وجه إنسان واحد، بيبقى كل ارتباطهم بس برب المجد يسوع المسيح مخلص البشرية، بالظبط زي ما حصل مع أبانا بولا. طب ما الرهبان يا أبانا سابوا العالم الفاني وارتبطوا برب المجد، فليه قداسة البابا كان مهتم قوي كده بأبونا بولا؟ في فرق يا أبونا، الرهبان عايشين مع بعض، يصلوا سوا، بياكلوا سوا، لو تعبوا بيلاقوا اللي ياخد باله منهم، ولو حزنوا بيلاقي اللي يوسيهم. أما السواح فمحرومين من كل ده، لكن برضو ربنا بيديهم كرامة عظيمة لدرجة ان رب المجد خصص ابانا انطونيوس يوصل القديس بولا ويواري جسده في التراب. مش بس كده يا ابي، انما علشان يوصل لنا سيرة جهاده الروحي وتكون قدام عينينا قدوة عظيمة لحلاوة التصاقه برب المجد ومتعة حياة الشركة مع المسيح، ويبقى قديسنا الغالي الانبا بولا اول السواح شاهد للمسيح، لان ربنا لا يترك نفسه بلا شاهد في كل زمان وكل مكان. يلا بينا يا ابائي نصلي عشان ربنا يتمجد ويرشدنا الجسد القديس. سلام لك يا حبيب المسيح، اطلب الكهنة اللي بيدوروا على جسدي يرجعوا، بلاش تتعبهم، مش هيلاقوه، انا عشت طول عمري بعيد عن الناس وطلبت من رب المجد ان جسدي محدش يلاقيه، يفضل برضو بعيد عن الناس، انما انا هفضل معاكم بروح. راح يفضل بروحه معانا في القلب اللي عايش جوانا، راح يفضل بروحه معانا في القلب اللي عايش جوانا، الطير اللي حن في زمانا راح يفضل بروحه معانا، الطير اللي حن في زمانا راح يفضل بروحه معانا. ساب حاله وساب المال كان صابر على الأهوال، ساب حاله وساب المال كان صابر على الأهوال، وقلبه صيد من شال لله عايش بأمانة، وقلبه صيد من شال لله عايش بأمانة. عايش طاهر بقلب عتيق نفع ونفلة ونصر ليه، عايش طاهر بقلب عتيق نفع ونفلة ونصر ليه، متدفي بتوب الليل متدفي وحوش بردانة، متدفي بتوب الليل ومدفي وحوش بردانة. راح يفضل